فاللهم صل وسلم وزد وبارك
إذا كنت تحبه حقا فما هي وجه محبته عليه الصلاة والسلام؟ لا تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا باتباعه فقط، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله. فجعل علامة المحبة هي الاتباع. وأنا أقول لك وأضرب لك أمثلة من محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الجيل الثري الذي ضرب أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي يوم من الأيام أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، يعني إشاعة زي الإشاعات المعروفة. أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فعمر بن الخطاب ابنته حفصة، وقال: كنا نتناوب أنا وصاحبي في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عمر بن الخطاب اتفق مع جار له من الأنصار أنه يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت آية، نزل حديث، وحي، اثنين اتخاصموا وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، المهم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقل له كل شيء عنه. وفي اليوم اللي بعده يرجع عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وإن لصاحبي الأنصاري مثل ما فعل كذا. ففي ذات يوم اضطرق الباب بشدة، قال: ففزعت فإذا صاحبي هذا، فقلت له: مالك؟ أجاء غسان؟ غسان ده بقى كان ملك ينتظرونه يغزو ديار المسلمين ويستولي على الأراضي والممتلكات والكلام. فقال: لا، ما جاء غسان، بل جاء ما هو أهول من ذلك وأفضل. إيه هو؟ قال له: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنت أعلم أن ذلك قد يتحقق. ليه؟ لأن كان في موقف قريب خلى عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام. إيه ما هو الموقف القريب؟ أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجتمعنا عنده يسألنه النفقة، عايزين ذهب وعايزين كسوة وعايزين حاجات من دي. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو وأبو بكر، فذهب أبو بكر لابنته عائشة وحفصة وعمر لابنته حفصة، فوجدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحوله نساءه، ووجدوه مطأطئا رأسه في الأرض، فقالوا له: ما لك يا رسول الله؟ قال: هن حولي يسألني النفقة. فقال: أتسألنه النفقة وليس عندك؟ ده خلى الموقف اللي خلى عمر بن الخطاب يقول إيه؟ كنت أعلم أن ذلك قد يتحقق. ثم ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فجر هذا اليوم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما دخل المسجد وجد جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون. طيب، الذي بجوار هذا المنبر لماذا يبكي؟ طيب، لو ابنته طلقت ملك؟ إنهم يبكون لتكتل خاطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زعلان. مجرد إن هو زعلان بس ما يعرفوش يعيش. وبلغ من حبهم له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهم كانوا متيمين به عليه الصلاة والسلام. يعني جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه لما سئل هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر أم كالسيف؟ فقال: لا، بل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر. كالقمر أي مدور، مش كالسيف طويل يعني، أي كان وجهه مستديم زي القمر، وهو كان كالقمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أيضا: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أحد
ده النهارده لما بكون جعان دي ما ماشي بوط كده ما تقدرش تقيم ايه ده. فهو بيحط الحجر زي سناده كده عشان ايه يسند الدار. الا النبي عليه الصلاه والسلام ده كان رابط ثلاث حجرات عليه الصلاه والسلام، ثلاثه احجار يعني كان جائعا حق. هم بيحفروا خندق والكلام ده. جاء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله كديه عظيمه لا تستطيع المعاول هدمها، خلاص صخره كبيره عمالين يكسر فيها مش راضيه تتكسر. قال جابر فنظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلحقني من الغم ما لحقني. ليه بقى؟ النبي عليه الصلاه والسلام جعان هيعمل ايه؟ فحزن لما شاف النبي عليه الصلاه والسلام جاء. فقال اقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم اخذ بالمعصم اي بالفاس وقال بسم الله وضرب الصخرة ضربة أو ضربتين فكانت كثيبا أهيج زي الرمال اللي عنده. ثم قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يا رسول الله ائذن لي أن أذهب إلى البيت. فذهب لامرأته فقال لها هل عندنا من طعام؟ إني رأيت اليوم أمرا ما لي صبرا عليه. قالت وما ذاك؟ قال رأيت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له ما عندنا الا مدان من شعير وعلى مد الشعير اللي هو يعني قد كف الايد كده وشعير وعلى اي جلد صغير كده عنده 6 7 بصر اللي يتجاوز بشعير هو ده العلاء. وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياكل خبزا موقتا قط له الرؤى الكلام والعيش الفين والكلام ده لم يراه بعين. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم منخرا قط هو المنخر اللي بيتحل بيه الدقيق والكلام. فكان عندهم الشعير يدقوه ويعملوه فطار صغيرة كده بس. فقال أم جايب العناق ذبحه وقال لا قال لا أنا آتي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت له اسمع لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل الخندق دول كانوا الف رجل بالتمام والكمال. فقالت له الرشوش في ودنه كده تيجي انت واثنين ثلاثه لان هم ايه؟ مداني من شعير وعمى. فذهب جابر للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقال له يا رسول الله اعددت لك طعاما. قال جابر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم في اهل الخندق وقال لهم يا اهل الخندق قد صنع لكم جابر طعام. قال فلحقني من الحياء ما الله لي عليه. ده عناق ومداني من شان يعملوا ايه؟ ده لو كل واحد شم خلاص خلصت القضيه. وهم قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر اذهب الى البيت وقل لامرأتك لا تضع العجينه في النار حتى آتي ولا تضع اللحم على البومه على النار يعني حتى ايه آتي. فامرأة جابر يعني جابر ذهب لها مبكرا وقال لها ما قال. فسمعت امرأة جابر دب دب عطيت الاقدام جايين وهم ألف رجل. فقالت له بك وبك يعني بالبلد والعاميه كده يجيك ويحط عليك. ايه بقى اللي انت عملته ده؟ ده انا قايل لك ده هم مداني من شعير وعلا. فقلت لها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعلم ذلك. قال فسكن خلاص بقى ايه؟ اطمن خلاص لا اشرب ايه؟ هيتصرف. فأتي بالعجين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القدح فبسط فيه وبارك وأتي باللحم للنبي صلى الله عليه وسلم فبسط فيه وبارك. فقال جابر أقسم بالله فقد أكل الألف رجل جميعا وإن العجين في القدح كما هو وإن اللحم على البرمة كما هي. قال العلماء هذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إذ أن الله تبارك وتعالى يؤيد الرسل بالمعجزات حتى يبين
صدق دعوتهم لله. فمحل الشاهد من سياق هذا الكلام هو قول جاب. ايه بقى حد فكر الشاهد من سياق الحديث؟ ماذا قال جابر؟ نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلحقني من الغرب ما لحقني. اهو ده نموذج من الصحابه لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم. تتخيل ان مثل هؤلاء يخالفونه صلى الله عليه وسلم فيما امر؟ لا والله. فالاحتفال الحقيقي بمولده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم واحياؤها وتعليمها وتعليمها للناس. هذا هو الاحتفال الحقيقي، لا باكل الحلوى ولا بغير ذلك من مظاهر الاحتفال المعودي. اما الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم فانه يكون فقط باتباع، والامر كما قال الله تبارك وتعالى كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وانا عشان ما اطولش عليكم اضرب لكم مثل، بس كل واحد يبقى صريح مع نفسه اولا. لو انا قلت لك هات مال كل واولاد وعقارات وكل ما تملك وهوريك وجه النبي عليه الصلاه والسلام، بس هتعمل ايه؟ هتدفعهم ولا هتعمل زي حالتي اللي جايبك ما بتنزلش الارض ابدا؟ ها؟ ويقول بقى ايه نحن ولو قوة ولو بأس شديد، ها؟ والامر لغيرك. هيشاور بقى ولسه وبتاع. هتشاور ولا هتدفع؟ ها؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: إن أشد أمتي لي حبا من بعد رجل يود لو يراني بأهلي ومال. بس يعني على افترض يعني إن أغنى رجل في العالم طبعا ولا ثروته كام؟ مليار ولا كام؟ كام؟ طيب ده على افترض إن الرجل ده عنده الحب كله بتاعه وكل الناس دي عبيد عنه، هنقول له وهنفترض ده ان الرجل ده من المؤمنين، هنقول له هناخد منك كل هذا وهنوريك صفحه وجه النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده، فلا يتودد هذا الرجل ويعطي كل هذا ليرى صفحه وجهه صلى الله عليه وسلم. لو انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا هان عليك كل هذا، بس انت مش مطالب انك تعمل الموضوع ده. ليه بقى؟ لان عليك نفقات واجبه، صح؟ عندك اولاد وعندك اسره وعندك مدارس وحكايات طويله. هتدفع بقى فلوس دي تاكل منين؟ ثم امر اخر وهو ان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته محال. خلاص قضي الامر. ده هو المثل مقرر. يعني لو انت صادق الانتماء حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصنعت هذا، وكنت مباها بك الخلق عند الله تبارك وتعالى. بس هو كنموذج تقريبي فقط. طيب لو قال لك النبي عليه الصلاه والسلام في الشام وقال لك انت مثلا مبتلى بالتدخين، ربنا يعافي كل مبتلى مسلم بالتدخين، ما تقولوش امين ولا تقولوا امين؟ طب اكلوك مدخن؟ خلاص الله المستعان. طيب لو قال لك النبي عليه الصلاه والسلام وقال لك ارمي السيجاره دي عشان دي حرام، هتعمل ايه؟ هترميها عشان ده النبي وما ينفعش والكلام، صح؟ ولو واحد لابس خاتم ذهب هو الذهب حرام على الرجاله وقال لك اخلع خاتم الذهب وارميه، هتعمل ايه؟ هتقول هشاور ولا هترميه؟ هترميه عشان ده النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ما الفرق ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ان يبلغك كلامه؟ ايه الفرق؟ لو المساله مرمونه بقى برؤيه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى نوري الدين بموته. خلاص؟ لو كل واحد بقى يقول له النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي لا ده لازم يجي لي بصفته ونعته فخلاص ما تقول القضيه خلصت خلاص. لا، انما يقول المؤمن
لاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد جعله الله تبارك وتعالى علامة الإيمان العالي.